انطلاقا من الآية المباركة، الحديث في هذا اليوم في عنوانين. العنوان الأول: نظرة القرآن الكريم إلى دور الزوجة. والعنوان الثاني: الزوجة الرسالية. أكو بعض من أسموا أنفسهم بالمفكرين، بين قوسين معاندين، سميهم ولا بسميهم، بس هم يسمون أنفسهم مفكرين، طرحوا إشكالية أن القرآن الكريم ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وأن دور الزوجة لا يعدو كونها أداة لاستمتاع الرجل وإفراغ شهوته، واستندوا على بعض الآيات القرآنية، وهم يرون أن القرآن الكريم لا ينظر للمرأة من منظور الشراكة مع الرجل في بناء الأسرة أو حتى العلاقات العاطفية. ومن هذه الآيات: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال هؤلاء: القرآن الكريم وفقا لهذه الآية شلون أهان المرأة؟ إذ أنه شبهها بالحرث، وهذا التشبيه معناته أن هذه المرأة هي مجرد مكينة تفريخ وإنتاج، على اعتبار أن الحرث هو ما كان خزانة للبذور والثمار. فهو ينظر إلى المرأة من هذا المنطلق، من هذا المنظور، ماكينة للإنتاج. هذه واحدة. اثنين: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إلى آخر الآية. بعد قالوا: هذا أدل دليل على إهانة المرأة. أي إهانة هذه اللي أعطاها وياها القرآن؟ نقول لهم ليش؟ قالوا: لأنه وضع المرأة بمصف شنو؟ أجلكم الله بيت الخلاء، خلاها بمصف بيت الخلاء، بمصف الحمامات، أجلكم الله. وأن الإنسان كما يفرغ أوساخه في بيت الخلاء أعزكم الله، يفرغ ماءه في المرأة ويقوم عنها. القرآن ينظر لها من هالمنظور. للإجابة على هالإشكالات أكو عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى: المرأة عنصر ضروري لبقاء المجتمع. العلاقة الزوجية شنو الهدف منها؟ ساعات الرجل يبحث عن امرأة من عائلة تتميز بالذكاء، تتميز بالفطنة، حتى يكونون أولاد أذكياء. هذا هدف اعتباري، مو هدف أساسي. ساعات الرجل يبحث عن امرأة بعيدة عن عائلته، أجنبية يعني، ليبتعد عن أمراض تداخل الأنساب والقبائل. هذا هدف اعتباري. بعد، الهدف الرئيسي للزواج هو شنو؟ استمرار الناس، استمرار البشرية، بقاء البشرية. الهدف الأساسي للزواج هو بقاء واستمرار النسل البشري. وعدنا عدة دلائل على ذلك. الدليل الأول: المجتمعات البشرية كلها، كل المجتمعات من آدم إلى اليوم، اختلفت الأديان، اختلفت الحضارات، كل المجتمعات كانت تعرف العلاقة بين الرجل والمرأة اللي هو الزواج. يعني الزواج بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة موجودة في كل المجتمعات. اثنين: إذا شفنا تكوين المرأة الجسدي اللي الله عز وجل يعبر عنها بأنها آية من آياته، نشوف تكوين المرأة الجسدي. هذا التكوين: عندها رحم، عندها مبيض، ثديين. هذا التكوين اللي الله يعبر عنه بأنه آية، يعني المرأة مهيئة لهذا الدور، دور الإنجاب، دور احتضان الأولاد. هي المرأة، مو القرآن الكريم بدعة من القرآن، مو شي فرض القرآن الكريم، وإنما المرأة بهذا الجسد، بهذه الخلقة، مهيئة لاحتضان البشرية، مهيئة لتربية الأجيال، مهيئة للإنجاب والتربية. ثلاثة: لو خلينا العقل يقرر، خلي القرآن لوحده، لو خلينا العقل يقرر، لقرر العقل أن المرأة عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في المجتمع. مو اليوم
علماء الطب وعلماء البيولوجيا وش يقولون لنا؟ يقولون ترى احنا وصلنا الى نتيجة انه يمكن ان نستغني عن الرجل ولا يمكن ان نستغني عن المرأة. راحت عليكم يعني، ممكن يستغنون عن الرجل، وصلوا الى نتيجة ان المرأة تقدر تنجب بدون رجل من خلال استنساخ الخلية وضعها في رحم المرأة من دون حويم الرجل، ما يحتاجون ابدا. فالمرأة عنصر لا يمكن الاستغناء عنه. فالآية المباركة لما تقول لك الآية نساؤكم حرث لكم، هذه مو إهانة، تعظيم للمرأة أنها عنصر الوجود، أنها أهم عنصر في الوجود. اللي قبلكم المجالس يقول وش خليت لنا احنا بعد، كل المرأة وإحنا يعني ما لنا دور، احنا نقرأ نسوي قيام. اي زين زين، خلينا نسوي لك، ما سوينا الظهر قيام لكم، رحم الله من ذكر القائمة فقام عشان اشرب ماء. تشبيه المرأة بالحرث مو إهانة، إعلاء لمرتبة المرأة أنها عنصر الوجود، أهم عنصر في الاستمرار البشرية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أكو تنوع في القرآن وأهداف القرآن الكريم. يعني هؤلاء أخذوا آية آيتين ثلاث واستندوا عليها وتركوا بقية الآيات. بالعكس، القرآن الكريم يعتبر المرأة عنصر شريكة مع الرجل في بناء الأسرة، في بناء المجتمع والعلاقات العاطفية. لا أبدا، القرآن ينظر هالمنظور. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. العلاقات العاطفية متبادلة بين الرجل والمرأة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. مثل ما المرأة زينة إلى الرجل، الرجل زينة إلى المرأة، كما هي زينة إليك. وتبحث عن الزوجة اللي وهذا يأخذنا إلى موضوع، أكل بعض يجي يقول الزوجة يعني ما تتهيأ ذلك التهيؤ، والرجل يبحث عن زينة زوجته، هذه حاجة فطرية. يقول الزوجة ما تتهيأ ذلك التهيؤ، نقول له شلون؟ يقول يعني وقت الفراش ما تلبس اللباس اللي يعني يعجب الرجل. نسأله سؤال، نقول له أنت تتهيأ لزوجتك؟ يتحير عاد يتورط. يقول يعني شلون أتهيأ بعد؟ مو لأن النبي صلى الله عليه وآله شي يقول؟ يقول فليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ له. يعني هاللباس إلا من الصبح إلى الليل هو نفسه اللي بتنام به، ما هذا الشيء تهيؤ بعد، خليك تلبس لباس جميل. أكو واحد من أصحابنا يقول والله، يقسم يقول والله أنا أغلى ملابس أشتريها هي ملابس الفراش إلي، أحسن لباس ألبسه. وتتهيئ إلها، تلقي على روحك ذاك العطر اللي يجيب الرأس. هذا المفترض الرجل يتهيئ للمرأة كما يحب أن تتهيئ له. فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بعد ولهن مثل الذي عليهن، مثل الحقوق والواجبات، إلا ما استثني منه الرجل أو المرأة في بعض القواعد المعروفة. وإلا المرأة لها حقوق وواجبات مثل الرجل، اللي هي حقوق. وشوف يا مولاي، اليوم إحنا المرأة اقتحمت كل ميادين الحياة. أكل قال الإسلام إلى المرأة لا تعملين طبيبة مهند، أبدا، اقتحمت كل الميادين. لكن الإسلام يقول لها بشرط اقتحمي كل الميادين. صارت تزاحم رجل في الأعمال، يقول لها بشرط أن تحفظ فطرتها السليمة، الطهارة تحفظها، لا تتلوث الطهارة، ليتحول مكان العمل إلى مكان دردشة وسوالف جانبية بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. خلي يكون الحديث في إطار العمل. وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من فاكها امرأة أجنبية حرم الله عليه ريح الجنة. خلي في إطار العمل. وانت شايف أكو بعض الأعمال تتحول إلى شنو، خصوصا أكو البعض بعد
مسوي روحه اخف واحد في زمانه، النكت ما يطلعها الا ويا النساء، ما ادري شلون، والضحك الى وين؟ هذا لا يخلو من اشكال ابدا. فالاسلام يقول لك احفظ كرامة، يقول الى المراه احفظي فطرتك السليمه وادخلي الى الحياه ماكو مشكله. فالاسلام ايها الاحبه رفع من المراه. الملاحظه الثالثه، وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا شلون قرآنكم يخلي المرأة متساوية مع بيت الخلاء أجلكم الله، ساواها ويا الحمامات أجلكم الله. نقول لي إحنا قرآن كلام المولى في غاية الأدب، لما قال لامستم النساء مو خاصة بالمرأة، هذا قاعد يحكي عن العلاقة الزوجية الخاصة جدا بين الرجل والمرأة. شوف من أدب القرآن يسميها لامستم النساء، يعني هذا ينطبق على الرجل وعلى المرأة. مثل ما المرأة مطلوب منها تتطهر بعد العلاقة واللقاء، الرجل مطلوب منه أن يتطهر. احنا ديننا دين طهارة خارجية وطهارة باطنية. ولما القرآن الكريم ذكر كلمة أجلكم الله أعزكم الله، الغائط مو لخصوص الكلمة، ترى كناية عن الحدث، استخدم هذه الكلمة كناية عن الحدث. فالقرآن الكريم لم يهل ما أهان المرأة في هذه الآية، هو يقصد الرجل والمرأة اثنينهم. فالنتيجة الخلاصة أن القرآن اقرأ الآيات كلها حتى تصل إلى نتيجة أن القرآن ينظر إلى المرأة بأنها أهم عنصر لاستمرار الوجود. وإذا طهرت المرأة طهر المجتمع، وإذا تلوثت المرأة تلوث المجتمع. مو يجونك اليوم يقول لك أرباب ودعاة الحرية، والله أهنتون المرأة، والله المرأة تغربلت بها الإسلام، خليتونها في هاي العباءة، هالجيس الأسود تمشي فيه في كل مكان. ترى يا مولاي هم يريدون من المرأة أن تكون مثل ما حولوها عندهم إلى سلعة رخيصة، يريدونها عارية، سلعة تباع في السكك وتباع في الأسواق. هذا اللي مطلوب، يحولون المرأة المسلمة، يعرفون أن المرأة كيان المجتمع، إذا فسدت المرأة فسد المجتمع بأكمله. وإحنا الحمد لله هالزمان اللي احنا فيه، حتى الأخبار ما تنوس الطالحة، مخلين إليك ملك الجمال، تفتح الجريدة ما تنوى استقراء ولا مطلعين لك واحدة شبه عارية. كل ما يحولون المرأة إلى سلعة رخيصة، هذا اللي يبغونه. فلتلتفت المرأة المؤمنة، فلتلتفت الأخت العزيزة الأم الغالية، أن الإسلام يريد منها أن تكون طاهرة ليكون المجتمع، لأن المجتمع يعتمد عليك أختي المؤمنة أمي العزيزة. المجتمع يعتمد على طهارة هذه المرأة، ولذلك أعزها الإسلام ورفعها الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، الزوجة الرسالية. في بعض الأحيان أكو زوج يشتغل 7-8 ساعات ويرجع إلى المنزل، يكون يومه في المنزل، إلى زوجته إلى أولاده، يحن عليهم يعطف عليهم، يكون يعني هو هذا خلاص ما عنده عمل إلا عمل اللي يشتغل به. في بعض الأحيان لا، أكو أزواج رساليين نسميهم، يشتغل في المؤسسات الخيرية، يشتغل في المؤسسات الاجتماعية، طبيب، هؤلاء عالم دين، هذول يحملون رسالة مجتمع، يعني مشغول عن أهله، مو كل وقته في البيت. وحتى بعض الأحيان إذا رجع إلى المنزل يشوف باله مشغول بهموم المجتمع. بعض الزوجات يقولون والله هذا أناني هالزوج، تغربلنا يوم أخذناه، كل وقته برا البيت، البيت علي، الأولاد علي، شغل المنزل، وهو متفكه ويا ربعه بالخارج. إذا هو يشتغل بالعمل الاجتماعي، ترى هذا رجل رسالي، زوج رسالي، والمجتمع يحتاج مثل هاي النماذج ومثل هاي الطاقات. فإذا كان الزوج رسالي شو تسوي الزوجة؟ ترى شوف مولاي، ماكو رجل رسالي في أي مجتمع من المجتمعات، وروح اقرأ التاريخ كله إلا تشوف من ورائه امرأة عظيمة تهيئ إلى الظروف،
المناسبة تحن عليه تعطف عليه. ولذلك تشوف طاقات الإيجابية في المجتمع ترى ببركة زوجة اللي في البيت اللي مهيئة إلى الظروف، فهي رسالية وإن لم تعي وإن لم تشعر هذه الزوجة رسالية ولها مثل ما له من الأجر والثواب. مو أسماء بنت عميس دخلت على النبي صلى الله عليه وآله أو كلمته في المسجد من وراء حجاب تقول لي يا رسول الله إنا قواعد بيوتكم وكفيلاتي أبنائكم وملقى شهواتكم وإن الرجال فضلوا علينا بالجمع والجهاد فهل لنا ما لهم من الأجر والثواب؟ تبسم النبي قال أسمعتم كلاما أحسن من كلام هذه المرأة؟ يا أسماء أبلغ النساء من بعدك أن جهاد المرأة حسن التبعل وأن لها ما للمجاهد في سبيل الله من الأجر والثواب. أجر المجاهد في سبيل الله. فهي المرأة الرسالية وإن لم تشعر. ساعات الآية تنقلب يا مولاي. المرأة رسالية، المرأة تشتغل بالعمل الخيري، وترى نحتاج إلى نساء يعملن بالعمل الخيري، نحتاج إلى نساء بالمجتمع. ساعات المرأة طبيبة، الزوجة طبيبة، هذه امرأة رسالية. شو المطلوب من الزوج إذا زوجته رسالية؟ مثل ما أنت تبغي المرأة تتحمل الرسالي خليك أنت بعد تتحمل الرسالية. مثل ما أنت إذا كنت رسالي تتحمل ذلك في سبيل الله ويكون لك أجر وثواب على تحمل الزوجة الرسالية. نحتاج إلى الطاقات إحنا بالمجتمع، على الأزواج أن يتفهموا وعلى الزوجة أن تتفهم دور الزوج الرسالي. وعندك التاريخ ما شاء الله مليء بالأمثلة. خديجة بنت خويلد سلام الله عليها بذلت مالها، قاطعوها قريش، عزلة عزلة عاشت، مع ذلك شوف هالمرأة الرسالية اتخلت عن رسالتها أو رسالة زوجها؟ أبدا. أم البنين، ما راحت كربلاء أم البنين، لكن نقدر إحنا نمر على كربلاء. شوف ثنتين إذا ذكرناهم المستمع شوفه ينكسر قلبه مباشرة. ثنتين، زينب وأم البنين. إذا الموضوع بكربلاء أكو ثنتين يكسرون قلب المستمع ويجرون دمعته، زينب وأم البنين. ما حضرت كربلاء، لكن أحد يقدر يقول لي أن أم البنين مو رسالية؟ حاشا لله، قدمت أعظم رسالة أم البنين إلى البشرية، أن المعصوم إذا تعرض للخطر يفدى بكل شيء. الأولاد ماكو عز منهم، رسالية أم البنين. بعد ما عندك كربلاء فيها نماذج ما شاء الله. ترى مثل ما الرجال استشهدوا في سبيل الله ودونوا في لوحات الشرف شهداء كربلاء، ترى النساء اللي موجودات بكربلاء كلهم شاركنا الرجال في الأجر والثواب. هذول بذلوا نفوسهم وهذول جاهدوا في وسيلة ثانية. أكو واحد يمكن سامعين باسمه عمرو بن جنادة الأنصاري، طفل هذا، طفل في كربلاء، عمره 11-12 سنة ما يتجاوز. عمرو بن جنادة الأنصاري أبوه استشهد في كربلاء، وتتعرفون واقعة كربلاء وحافظينها، أنه من جلت الغبرة، الحملة الأولى من جلت الغبرة إلا عن 50 قتيل من أنصار الحسين، وإيش بقى عند أبو علي؟ ما بقى عند أحد. فقام إجول بين الأطناب وهو ينادي ألا من ناصر ينصرني، وحيد ما عند أحد. بينما هو كذلك وإذا به الطفل طالع من الخيمة إجر سيفه وسيفه يخط الأرض خط، حسين طالع وهذا الطفل جاي إليه يقول له ولدي من أنت؟ قال أنا عمرو بن جنادة الأنصاري، أبوي استشهد الحين سيدي ومولاي. قال أنت ابن جنادة؟ ليش جاي بسيفك ولدي؟ قال هذا أمي أعطتني السيف وقالت لي روح أنصر ولد الزهرة، روح أنصر سيدك الحسين، وأنا جاي إليك أبا عبد الله أريدك تأذن إلي بالقتال. وإذا بدموع الحسين تترقرق على وجناته، ولدي ارجع إلى أمك، روح إلى أمك خلها تتسلى بك،
فإني أكره أن أجمع على قلبها ثكلين في آن واحد. روح إلى أمك. إجا إلى أمه، شافت ولدها جاي، قامت على طولها تقول له: ولدي ليش رجعت؟ قال لها: يما الحسين ما أرخصني. قالت: لعله استصغر سنك. سوت فيه، رفعت أثوابه، شدت أثوابه إلى الأعلى وشدت السلاح إلى الأعلى بحيث ما يخط على الأرض. قالت: لعله استصغر سنك ولدي. وجودت من ضبع وطلعت من الخيمة وجابت إلى أبو علي. تعرف وش قالت إلى الإمام؟ شوف هالمرأة الرسالية، تعرف وش قالت إلى إمامك الحسين حتى أرخص هذا الولد الصغير؟ قالت: أبا عبد الله، أترضى أن تثكل أمك فاطمة بك ولا أثكل بولدي هذا؟ الزهرة الزهرة تتروع عليك يا أبو علي، وأنا خلي قلبي ما يتروع، هذا ايش قيمته أمامك أبا عبد الله؟ الله الله أكبر. هذول النساء وين بلغن من العرفان؟ الحسين بأبي وأمي قال: بارك الله فيكم من أهل بيت. روح ولدي روح. استشهد الولد، عقب ما قطعوا راسه جابوه ورموه بالمخيم. تعرف ولد صغير عمره 10-11 سنة، شقد راسه يكسر الخاطر. أخذت أمه تمسح الدم عنه وتبكي: روحي ضناي ولدي، رفعت راسي عند الزهرة أنت. وخلت الإيد، حضنت بإيد وشالت عمد الخيمة بالإيد الثانية. هذه المرة سامعين بيها تقول: إني عجوز سيدي ضعيفة، خاوية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة العفيفة. ونزلت إلى المعركة بالعمد. الحسين لحق عليها ورجعها إلى الخيمة. يمكن واحد يقول: شلون رجعها الخيمة أبو علي؟ أقول لك أنا شلون حبيبي. الحسين لما راح إلى المرأة قال لها: أمة الله، أين تمضين؟ قالت: للجهاد. قاله: الجهاد كتب على الرجال مو على النساء. قالت: أريد أفديك بكل شيء أبا عبد الله. قال لها: أنتم لكم جهاد خاص، احنا جهادنا السيوف، وأما جهادك فمع زينب، السياف علمتونكم ومن بلد إلى بلد أسارة، هذا الجهاد اللي عليك أمة الله. فرجعها إلى الخيمة. بعد من حكيمة، هاي الأسدية حكيمة زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي، هاي المرأة الرسالية العظيمة اللي حبيب يقول لها، يختبرها، يقول لها: أسدية، تقول لي: روح انصر الحسين. يقول لها: أسدية، أنا إذا أروح تهدم الدار، وترى دار حبيب هدمت، تنهب الضياع، تضيع العائلة، تضيعين يا ابنة العم. قالت لي: خلني آكل النوى لكن لا تضيعون زينب. روح يا ابو، روح يا حبيب، روح انصر الحسين. قاعدة ويا حبيب تسولف ويا، تقول لي: ولد عمي، البارحة رأيت رؤيا أذهلتني. شفتين يا أسدية؟ تقول: شفت بستان أمشي بين جنباته، وهذا البستان يقطعه نهر كبطون الحياة. العجيبة أن هذا النهار ساعة يتحول لونه إلى أخضر كأنه سم نقيع، وساعة إلى اللون الأحمر كأنه دم عبيط. تقول: تعجبت، قمت أمشي بحداي النهار وإلا أشوف من بعيد امرأة متجلببة بالسواد، قاعدة وأمامها قميصين. هذه اللي ترعى كربلة، هذه اللي ترعى مآتم ولدها الحسين، هذه اللي بالمحشر تلتقطكم واحد بعد واحد. تقول لك: إيه أنت صاحب هالونة بالمأتم، أنت اللي تحضر مآتم ولدي تواسيني. يا مولاي، تقولوا حاطة قميصين أمامها، إذا خلت واحد تحول إلى سم هالماء، وإذا حولت واحد ثاني تحول إلى دم عبيط. إجيت ليها قلت لها: من أنت؟ رفعت راسها اللي تقول لي: مرحبا بالأسدية. قلت لها: تعرفيني؟ أنا ما شايفت إنك من قبل. تقول لها: أنت الأسدية زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي.
قالت بلي، تعرفيني وتعرفين زوجي، من أنت؟ قالت أنا مولاتك فاطمة، أنا مولاتك الزهرة، أبلغي حبيب عني السلام وقولي له أن يبتاع لشيبته خضابا فقد آن أوان الخضاب. تريدك تخضب شيبتك يا حبيب؟ قام حبيب وراح السوق يشتري له خضاب، لكن يتخفى بين الأزقة والطرق لأن حبيب مطلوب. راح إلى واحد من أزقة الكوفة وإذا به يرى مسلم ابن عوسج ابن عمه مسن الظهر على جدار ويبكي. إجا لحبيب، ولد عمي مسلم ما الذي يبكيك؟ قال لي خلني يا حبيب، قام يكفكف دموعه، خلني يا حبيب، أنت شو مطلع لك من الدار؟ أنت ابن زياد، لو يمسكك يا حبيب ياخذك معتقل يقتلك يا حبيب. قال ليش أقول إلك ولد عمي، زوجتي شافت الزهرة بالمنام وقالت لها وصي حبيب يشتري إلى خضاب إلى شيبته، وإذا مسلم يلطم على رأسه. قال لي حبيب ترى زوجتي شافت مثل الرؤيا، أتظن أن فاطمة الزهراء تريدك تشتري خضاب من السوق؟ الزهرة تبغيك تنصر ولدها يا حبيب، تريدك تخضب شيباتك من دم نحرك. رحم الله أبو يوسف، رحم الله شعرانا، يقول مسلم يا ابن عمي دي خبرني صاير، أشوف لونك من خطف والقلب طاير، مذهول مذهول تمشي بالسكك مشية الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجاب، وش فيك مسلم؟ قال لها للكوفة تراهم مستعدين، لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلة مولاك لا ناصر ولا معين، عافي الدنيا ومن كثر جور الزمن شاب. قال له حبيب النوح والحسرات ما تفيد، توكل على الله وكربل عنك، عجل قبل لا ينذبح نسل الأماجيد. يا سعد كل من يحتضي بنومة هالتراب. ورجع حبيب إلى داره، دخل الدار شوية وإذا بالباب تطراق، طلع حبيب وإذا يشوف رسول مضيق اللثام. حبيب قال بلى، هذا كتاب الحسين إليك في أمان الله. دخل داره فتح حبيب الكتاب وإذا فيه من الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر الأسدي. أما بعد يا حبيب فأنت أعلم بنا من غيرك، وقد حوصرت في كربلاء لا ناصر لي ولا معين، فإذا أردت السعادة الأبدية والدولة السرمدية فلا تقصر في نصرتنا يا حبيب. قام حبيب دموع تصب على الكتاب مال الحسين، قامت دموع تصب على كتاب الحسين، يبكي حبيب. دخل وإلا الأسدية مقابلت النار، قابلت الأسدية تقول لحبيب ما لي أرى لونك قد انخطاف مصفر اللون، إيش فيك يا حبيب؟ قال لها أسدية لقد جاءني كتاب من الحسين. وإيش يبغي الحسين يا حبيب؟ قال وإيش يبغي يا أسدية غير النصرة؟ الحسين يطلب النصرة يا أسدية، وإنت يا حبيب رايح تنصر لولا؟ قال أسدية ترى تهدم الدار، تنهب الضياع، الضيعين، عمدت إلى جيبها فشقت، وإلى خدها فخمشت،